مشكلتين ببعض. أول مشكلة وهي إلى علاقة بعدم فعالية مؤسسات الدولة وعدم قدرتها على الإنتاجية وعدم يعني فعاليتها بالإدارة، ومن جهة تانية مشكلة المودعين وتوزيع الخسائر، وهي مشكلة منفصلة. وكانت مداخلتنا أنه نحن يجب الفصل بين هول المسارين، لأنه نحن بنعتبر هول مشكلتين مختلفتين. ممكن نناقش اليوم كيفية تفعيل مؤسسات الدولة وكيف ممكن تتحول لمؤسسات فاعلة ومنتجة ويمكن تدر أرباح على الدولة، ومن جهة تانية النقاش بموضوع توزيع الخسائر ودور الدولة اللي عم يصير في نقاش، هل إلى دور هل ما إلى دور. هذا نقاش منفصل يتعلق بقانون التوازن المالي اللي لم يتم نقاشه حتى الآن. موضوع تفعيل مؤسسات الدولة من جهة أخرى كمان له مشاكل خاصة، يعني كل مؤسسة اليوم إلها مشاكلها المحددة. لا يمكن مساواة مؤسسة كهرباء لبنان بمشاكلها بالاتصالات، بموضوع سكك الحديد، بمواضيع أخرى، وحتى ربط أملاك الدولة الأراضي أو العقارية بهاي المشكلة. فإذا اليوم دمج كل هذه المؤسسات تحت إدارة واحدة وهولدنج معين هو علامة استفهام كبرى، وأكيد لا يمكن مسبقا اليوم أنه نقول في نسبة معينة من هذه واردات التي نتمنى بتفعيلها وزيادتها بموضوع توزيع خسائر لم يتم حتى الآن وتحديد مسؤولية الدولة. نحن بنقول أنه في تهرمية معينة بتوزيع الخسائر تبدأ بالمصارف مرور مصرف لبنان، ومن ثم نقاش إذا كان فيه للدولة دور أو لا بهذه المسؤولية. فاليوم هذا مدخل ممكن يعطل النقاش، وبالتالي كان في عنا اقتراح أنه يتم فصل هول المسارين ونقاشهم بشكل منفصل حتى يكون النقاش مثمر. تفضل. يعطيكم العافية. مثل ما تفضل زميلي إبراهيم أنه القانونين اليوم عم يطرحوا مسارين، مسار إعادة تكوين الودائع وإدارة أصول الدولة. إدارة أصول الدولة هو أساسي، هي مطلوب، يعني بيحكوا بالأسباب الموجبة وروحية القوانين أنه تحسين إدارة أصول الدولة. هالشي مش لازم يكون بسبب الانهيار الحاصل، بل من واجبات المشرعين وواجبات الهيئات الرقابية وواجبات المسؤولين أنه يحسنوا إرادات الدولة بغض النظر عن الانهيار وعدم دمجهم. إحدى القانونين بيذكر أنه خطة التعافي المالي لازم تشمل إعادة التوازن، هيكلة القطاع العام، وضع ضوابط مؤقتة على السحوبات والتحويل والإصلاحات في القطاع العام. وأيضا بيقول أنه الدستور يحترم الملكية الخاصة. هالشي منتفق معه، هالشي أساسي، بس القوانين عم يعالجوا شيء آخر. أنه نقول أنه الدولة بتتحمل مسؤولية في إعادة تكوين الودائع، هالشي مش كافي. هناك مصارف، هناك مصرف مركزي، هناك صانعي سياسات، هناك منفذي سياسات بيتحملوا المسؤولية الكبرى في خلق هذه الفجوة وهذه الأزمة. القوانين بيذكروا أو بيحتووا على تحليلات خاطئة ومش لازم يكون ضمن الأولويات. نحن بحاجة إلى خارطة طريق واضحة تشمل دراسة شاملة وتدقيق شامل لمصرف لبنان، للمصارف، تحمل المسؤوليات وتطبيق القوانين الموجودة حاليا، ثم وضع قوانين جديدة مثل إعادة الهيكلة بجدول زمني. المشكلة بهذه القوانين مركزية القرار خطرة لأنها تتعارض مع التنوع، مع diversity بالاستثمار، وبدون ما أن نسلط الضوء على المحاسبة بشكل دقيق. نحن المطلوب منا تعزيز الثقة لجذب مستثمرين. هذه القوانين إذا ما تغيرت بتزيد العبء على الدولة بدل من أنه تخفف هذا العبء، خصوصا المادة 113 من قانون النقد والتسليف يلي بتقول باختصار أنه الربح الصافي بيتقسم 50% إلى ما يسمى بالاحتياطي العام و50% بالخزينة. وقت اللي بتاخذ ثلث هذه الإيرادات لتروح لإعادة تكوين الودائع منكون عم نضرب الأسس أو القوانين الأساسية لإيرادات الدولة اللبنانية. شكرا.